على جبل سمامة غرب تونس وغير بعيد عن معاقل الإسلاميين المتشددين، حول عدنان الفيلالي قطعة أرض إلى مسرح في الهواء الطلق ضمن مشروعه الثقافي مسرح الجبل الذي يهدف لمكافحة التطرف والفكر الظلامي. ويقع جبل سمامة في ولاية القصرين الحدودية مع الجزائر، وهي من أكثر مناطق تونس تضررا من عمليات المتشددين. مسرح الجبل هو حصن ثقافي يقع في جبل سمامة، يحارب التطرف في كل جبال تونس، ليس من خلال القنابل وإنما بالثقافة والذكاء. رغم البرد القارس، حضر مئات من طلاب المدارس الابتدائية وسكان جبل سمامة وجبال أخرى متاخمة له حفل افتتاح مسرح الجبل. استمر الحفل 4 ساعات كاملة، وتراوحت فقراته بين العزف والغناء البدوي والشعر ورقص الهيب هوب. أنا لهنا راجعة لجبل سمامة بلادي، ومانيش خايفة، بالرغم اللي صار لي الكل والضربة اللي كليتها وعيني، يعني تذرت عيني وصحبتي، فقدت صحبتي وحبيباتي هذوك، ويعني ومهما كان راهي بلادي هذية وما نسلمش فيها وما نخافش حتى من شيء. أنا باش نحارب راني نحارب بالكلمة مش بالسلاح. في كانون 2 يناير من العام 2016 انطلقت من القصرين أكبر موجة احتجاجات اجتماعية في تونس منذ الإطاحة ببن علي مطلع العام 2011.